بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على حصن بابليون في منطقة مصر القديمة والكنائس اللي موجودة في منطقة الحصن. في البداية طبعا احنا لازم نعرف ان كنائس مصر القديمة تعتبر من اهم الاماكن الاثرية واهم الكنائس اللي موجودة في مصر كلها موجودة في هذا المكان. والحقيقة مصر القديمة بتقع في منطقة حصن بابليون اللي بيرجع للعصر الروماني. وحصن بابليون كان عبارة عن حصن كبير مكون من حصون وأسوار منيعة داخلها بعض الشوارع أو الممرات الضيقة جدا، كانت بتستخدم للدفاع عن المكان أو عن البلد. وسمي هذا المكان أو سمي هذا الحصن باسم حصن بابليون إشارة لي أو يعني إشارة للحصن بتاع بابل في منطقة العراق. وليه احنا سميناه لمنطقة العراق أو نسبناه لمنطقة العراق؟ لأن كتير من المصادر القديمة من ضمنها مثلا ديودوروس الصقلي قال إن الملك سنوسرت الثالث من عصر الأسرة الثانية جلب بعض السجناء من منطقة بابل للعمل ببعض الأعمال العامة أو يعني الحاجات اللي هي زي أعمال عامة يعني للدفاع عن هذا المكان أو إن هو يبني حصن في هذا المكان. والسجناء دول عملوا ثورة كبيرة ضد الملك سنوسرت الثالث زي يعني طبقا لرواية ديدوروس، وبنوا حصن منيع اتسمى باسمهم نتيجة ان هم تم جلبهم من منطقة بابل في العراق. يقال ان هذا الحصن تم تدميره واصبح خلال العصر الفارسي هذا الحصن تم اعادة بنائه مرة اخرى، وزي ما قلنا ان هو بيكون من حوائط منيعة وتم توسيعته من خلال ابراج مختلفة زي ما احنا كده ايه شايفين. لما زار سترابون مصر تقريبا في سنة 24 قبل الميلاد وصف المكان ووصف الحصن بتاع حصن بابليون، وصف أسواره المنيعة والأبراج بتاعته، وقال كمان إن كان في بعض القنوات من النيل كانت موجودة أو كانت واصلة لمنطقة حصن بابليون. بالإضافة لكده يقال إن المؤرخ بطليموس وصف هذا المكان أو وصف هذا السور خلال العصر الروماني، ويقال وإن أهم واحد يعني عمل الجزء الأكبر من هذا المكان اللي بيرجع للعصر الروماني هو الإمبراطور تراجان، هو اللي عمل السور المنيع دوت وهو اللي أعاد بنائه بالشكل اللي احنا عارفينه. فإذا المبنى الحالي من حصن بابليون بيرجع لعصر الإمبراطور الروماني تراجان، بالإضافة إن هو عمل توسعة كبيرة جدا للمنطقة الجنوبية من الحصن. في العصر البيزنطي الإمبراطور أركيديوس لما بدأت المسيحية تنتشر بدأ المسيحيين يبنوا الكثير والكثير من الكنائس خلال منطقة الحصن. حوالي احنا عندنا حوالي 42 كنيسة موجودة في هذا المكان. وبعد دخول العرب لمصر في سنة 461 ميلادية قام عمرو بن العاص يعني ان هو بان هو اعطى ملكية هذا المكان او اعطى ملكية الكنائس اللي موجودة في هذا المكان لأقباط مصر، لان هي كانت موضوعة تحت حماية الحكومة خلال فترة العصر البيزنطي. ده احنا نقدر نقوله على منطقة حصن بابليون. تعالوا كده نقول الكلام دوت بالانجلش. هنقول ان المنطقة او حصن بابليون it was named after this name after Babylon in Iraq because some sources especially Diodorus Siculus described that the Egyptian king Sinusir III of the 12th dynasty brought some prisoners from Iraq or from Babylon and he forced them to make them public services and to make a great fortress in this place. However, they made a revolution and made a fortified place for themselves in this fortress. This is according to the source of Diodorus Siculus. However, during the Persian period, after destroying this fortress, the fortress was built once again. And it was the fortress was described by Strabon,
visited Egypt in about 24 BC. He described the fortress and described that there was a water canal from the Nile branch that was once connected with this fortress. The most of the building now dates back to the Roman Emperor Trajan, who built most of the present building of Babylon Fortress, and he also enlarged the southern part. We can see also that, or we can confirm that the Byzantine Emperor Arcadius made different enlargements in this place. And after the spread of Christianity, different churches were built in this site. They reached the number of about 42 churches. After the Arab conquest to Egypt, Amr ibn al-As gave the properties of the churches once again to the Copts, because the prosperity of the churches were owned or controlled by the Byzantine government during that time. طيب عايزين برضو نقول حاجة مهمة جدا إن في بعض المصادر العربية قالت أو وصفت الفورترس أو القلعة بتاعت بابل بأنها زي باسم قصر الشمع. ليه قصر الشمع the fortress of the candles؟ علشان كانوا بيستخدموا الشموع على سطح هذا السور العظيم او الفورترس او القلعه العظيمه للاناره ليلا، فعلشان كده اتسمى في بعض المصادر باسم the fortress of the candles. So this fortress was described by different sources, especially after the Arab conquest to Egypt, to be the fortress of the candles, قصر الشموع. Because of the usage of candles to eliminate, يعني إيه to eliminate؟ يعني إن أنا بأنير to eliminate this fortress especially at night. And as we see here, these are the inner parts of the fortress. This is one of the towers, أحد أبراج القلعة, one of the towers of the fortress, and they are built of mud bricks and limestone together, or hard stone together, and we can find here windows and small narrow corridors, ممرات ضيقة طبعا, which were used for defense during from any attacks. ده المنظر برضو أحد one of the towers of the fortress. دي يعني الأجزاء الداخلية من حصن بابليون. الحقيقة بعض الأبراج يعني مثلا زي البرج الغربي من حصن بابليون هنقدر نشوفه بشكل واضح جدا مثلا من الكنيسة المعلقة، من أحد شبابيك الكنيسة المعلقة زي ما هنشوف مع بعض. آدي المنطقة بتاعت الرومان تاورز أهي، ده الحصن بتاع البابليون، ودي الكنايس اللي احنا نقدر نشوفها حوالين منطقة الحصن. الحقيقة احنا لازم نبقى عارفين برضو ايه أهمية كنائس مصر القديمة. كنائس مصر القديمة بتتميز بعدد من المميزات سواء الأثرية أو الفنية. أولها إن مثلا صحن الكنيسة، خلاص احنا عارفين يعني ايه صحن، يعني الجزء الأوسط من الكنيسة سقفه هو أعلى من سقف الممرين الجانبيين أو الأروقة الجانبية اللي هما التو أيلز. دي أول حاجة بتتميز بيها كنائس مصر القديمة. دايما أو عادة الكولومز اللي أنا بستخدمها من الكنائس بلاقيها عبارة عن أعمدة مستخدمة من عمائر سابقة، يعني كان تم جلبها من بعض العمائر الأخرى، ودي كانت واضحة جدا مثلا من خلال عدم توحيد مثلا أشكال التيجان. يعني تلاقي في بعض الأحيان الصف بتاع الأعمدة مش هتلاقي التيجان موحدة أو الألوانها واحدة نتيجة جلبها من عمائر مختلفة. في بعض الأحيان التيجان نفسها والبدن العمود نفسه بيتم رسمه بعدد من الأشكال القديسين، ودي ظهرت في بعض الكنائس زي مثلا المعلقة، وهنشوف برضو كنائس تانية. الحقيقة من أكتر الأشياء الجميلة جدا في كنائس مصر القديمة شغل الخشب والأرابيسك، أو زي ما بنقول كده الخشب المطعم. يعتبر من أجمل أمثلة الخشب المطعم والشغل على الخشب والحفر على الخشب موجود في كنائس مصر القديمة، سواء بالحفر من مطعمة بالأبانوس اللي هو الإيبني أو بالأيفري. دي حاجات برضو من الحاجات المميزة جدا. برضو دايما بنلاقي السانكتوري اللي هو الهيكل، دايما بيتكون من ثلاث حنايا، والحناية مغطاة بقباب أو قباب ضاحلة، والسنترال أبس دايما هي بتبقى مكرسة للشخصية الرئيسية في الكنيسة.
دي من اهم الفيتشرز اللي احنا نقدر نقول عليها مميزه جدا في الشيرشز اوف اولد كايرو. يبقى what are the architectural features, the remarkable architectural features in the churches of old Cairo? Number one, the ceiling of the nave is higher than the ceiling of the two lateral aisles. السقف أعلى بتاع الصحن أعلى من الأروقة الجانبية. This is number one. The columns were brought from older buildings. Therefore, there was a difference in the shape of the columns and the capital of the columns. And also that the columns were sometimes painted with the shapes of different saints. Also the sanctuary or the haikal or the haikal of the church was usually divided into three main abscesses. The central one was the main one, flanked by two lateral abscesses. دي برضو من الحاجات المميزة. Also the churches of old Cairo are remarked with the excellent type or masterpieces of woodworking, wood engraved and inlaid with ebony and ivory. دي من الحاجات برضو اللي احنا لازم نشير اليها. طيب احنا عندنا كام كنيسة موجودة في جوه الحصن نفسه. احنا عندنا الحقيقة في الاساس ست كنائس اساسية جوه الحصن. اولهم طبعا كنيسة ماري جرجس او القديسة السيدة مريم العذراء، سوري اول حاجة كنيسة السيدة مريم العذراء اللي هي الكنيسة المعلقة او الهانجينج تشيرش. عندنا برضو كنيسة سيرجيوس وباخوس اللي هو ابو سرجة. عندنا قديسة سين باربرا، قديسة باربرا تعتبر من اجمل الكنائس برغم ان هي كنيسة صغيرة جدا، بس الحقيقة انا بحب ازورها من كتر ما هي فيها شغل الحقيقة جوه جميل جدا. عندنا كنيسة أبكير ويوحنا. عندنا برضو كنيسة للسيدة مريم اسمها قيصرية الريحان، بوت اوف بيزل، تمام. عندنا كنيسة ماري جرجس والدير الصغير بتاع ماري جرجس، وكان على فكرة الدير الصغير دوت هو كان فيه بعض الأماكن للرهبان وتم وصفه من قبل المقريزي في تقريبا القرن الخمستاشر الميلادي. وطبعا عندنا جوه منطقة الحصن الكوبتيك ميوزيم. الكوبتيك ميوزيم جنبه على طول هنلاقي الكنيسة المعلقة والسيناجوج اللي هو ايه المعبد اليهودي، تمام. يبقى inside the Babylon fortress we can find different important and remarkable churches. The first one is dedicated to Virgin Mary and it was called the Ma'allaqa or the Hanging Church. The second church is the Church of Saint Sergius and Bacchus, Abu Serga Church. And also a very small but a very remarkable church is the Church of Saintess Barbara. The Church of Saint Cyrus and John, اللي هو أبقير ويوحنا. The Church of the Holy Virgin Mary, قيصرية الريحان, the Pot of Basil. And we have also the Church and the Convent of Saint George, and the convent or the small monastery, which houses the cells of monks, was described once by the Arab historian al-Maqrizi during the 15th century AD. And of course, we have here also the Jewish synagogue and the Coptic Museum. خلاص يبقى ديت أهم الحاجات اللي احنا ممكن نلاقيها جوه منطقة الحصن.